السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2019. نحن اليوم في كيتسبول أو مدينة كيتسبول في النمسا، وهنعمل تجربة مفصلة للسيارة هذه ونعطيكم تفاصيلها. زي ما انتم شايفينها التغييرات الجانبية للسيارة، هذه السيارة خلفيتها تغيرت صراحة، الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية زي ما انتم شايفين تغيرت السيارة. صندوق الأمتعة، هذه معدات الكاميرامان، نوريكم من داخل السيارة. هذه المقصورة الداخلية انتم شايفين جميلة جدا، تغيرت عن الجيل السابق ولا الجيل السابق صراحة. عاملين احنا تجربة تفصيلية عن السيارة، تابعونا على القناة، قناة سعودي اوتو، قناتكم المفضلة، ويا هلا وسهلا فيكم.